هادي لا ترويت في محطة ديال راس الماء، هادي لا ترويت اركونسيال، تروتا القزاحية، فيها الصفرة اللي هي لالبينوس، وفيها لا كومون العادية اللي كتبان كحلة. محطة هنا كاين الفحول، هادو هما الولاد ديالهم باش تيسقيو البحيرات والويدان يعني في المغرب بالفراخ ديال هادو. بارك الله، هادو غلاظ، هادو هادي المحطة ديال راس الماء تابعة للمركز الوطني لإحياء الماء وتربية السمك ديال أزرو. هادو اللي كيبانو لكم تيطلعو فوق الماء تياكلو حشرات، الا بانت لهم شي حشره كيطلعو لها. راهم هادوك، هذاك الشيء علاش كتعتمد لا بيش على موش. عمركم سمعتو الصيد بالريشه ولا الصيد بالذبابه؟ كتعتمد على هاد الكوباج، يعني الحوته ملي كتشوف شي حشره الفوق الماء كتطلع لها. دونك لا بيش على موس كيداروا واحد الصنارات بحال الذبابه بحال لي موش، وكيتلاحوا، كاين اللي تيكونوا فوق الماء كاين اللي تيكونوا تحت الماء، وكيتصيد بها الحوت. هذيك هي احسن طريقه ديال الصيد، خلاص هي لا بيش على موش، صيد بالريشه او بالذبابه، الذبابه الاصطناعيه. الحوت في اغلب الاحيان كيتجمع جهه المصب نتاع الماء لحقاش تيكون الاكسجين كثير تمايا، نسبه الاكسجين كتكون عاليه، فاش تيضرب الماء في الماء تيتولد عليه الاكسجين، زياده على البروده كتكون حامله الاكسجين. ولا ترويت كتبغي الماء بارد بزاف، الماء الا فات 18 درجة كتبدا تدوخ لا ترويت، ولا وصل 26 تقدر تموت، او لا فات 26. شوف واش غيبانو من هنا من الفوق، غنوريكم دابا الحوت الصغير ديالهم وليداتهم، غنوريهم لكم. الفراخ الصغار تيكونوا مغطينهم، تيكونوا مغطينهم لحقاش يقدروا ينزلوا عليهم الطيور، الطيور تيقدروا ينزلوا يصيدوا الحوت، يعني كتهبط وتضرب في وسط الماء وتسقط الحوته. دونك تيكونوا مغطيين بالشباكه، انتما كمغطيينهم. هادو الفراخ، هادو دابا راه واصلين، هادو ما بين 25 حتى 30 سنتيمتر. هاد هنا اكثريه كاين لا تخويت دوغي، لا تخويت دوغي. هاد هادي راه تقدر توصل ما بين 200 و 250 غرام. هاد هادو 4 حتى 5 كيديروا كيلو.
الشارج الاخر. هادو فريخات صغار بزاف، هادو ما بين 8 سنتيم و 12 سنتيم، هادو باقيين صغار. هادو الفريخة ديال هاد العام، هادو حيت لا ترويت كتبدا تولد تقريبا في شهر 11 شهر 12 تتبدا تولد. هادو صغار من هادوك ديال قبيله، هادو صغار من هادوك، هادو تيبانو لي بوند الخطوط في الظهر ديالها، يعني في الجناب، مازال صغار من هادوك. نقربها واش غادي تبان مزيان، تنقرب التليفون ما تيزوميش مزيان، زوم اوتوماتيك تيتلفلو. هذه هي المحطة ديال رسيمة لتربية السمك. تيدورو باش يتحركو، الهدف عندهم هو الحركة. باش لا ترويت نورمالمون كتكون صحيحة، بالخصوص فاش تكون في الواد راه تا تيريزيستي لي كورون مجهدين و كطلع فيهم، داكشي علاش كدور دابا باش تتحرك، يعني باش ما تتبقاش جالسة. هي الأحواض نتاع الصغار، وهنا كاين الاحواض نتاع الكبير. هذه هي المحطه كامله، المحطه ديال راس الماء. هذا واحد القوباج راه كتقوبي لهي في القنت. يبان لها شي انسكت صغير كطلع له تضربو، راها طلعت، هيا ضربة طلعت. احسن وقت ديال الصيادة ديال الترويت هي الصباح بكري، وهاد الوقت هادي ديال العشية قريبة الغروب، باش يقرب الغروب. هادي راه 7:26 اليوم السبت، اليوم السبت 19 أغشت 2023. المحطة هي هاد، فيها يعني قاعة ديال الاجتماعات هنايا، فيها يعني القاعات فين تدار التوليد نتاع التروتا، يعني تيهزو البيض وتيخصبوه، وفيها شي قاعات فاش يكون مازال البيض تيديروا البيض تيخليو حتى تي واحد لا تومبيراتور يعني بيان بريسيز. اما تيطلقو لهم هادو تيطلقوهم باش يعاونوا في الاكسجين، انت هادو راه تيزيدوا الاكسجين. دونك كيديروا داك البيض تيخليوه في واحد لا تومبيراتور بريسيس حتى تيفرخ، تيعجبو. المهمة صعبة ماشي،
كاينين المهندسين اللي مكلفين بهذا الشيء هذا، واحد الطاقم زعما يعني طاقم جاد يعني تيضاهي يعني داك الشيء اللي كاين في الخارج وعلى برا. يعني المغرب من هذه الناحيه راه متقدم بزاف، وهذه المحطه راه قديمه ماشي راه من الخمسينات فاش بدات هاد. الى بقيت عاقل بالضبط دابا نعاود نتاكد نقول لكم التاريخ بالضبط، يمكن راه مكتوبه في البانو اللي على برا. اذا هي هذه المحطه، تبارك الله عليكم، السلام عليكم. كاين حتى من جهه اخرى كاين احواض كنعرفهم انا، خلاص كنعرفهم من جهه اخرى مالها، وكاين شي احواض. هنا قاعه العرض هي هذيك اللي منفصل داخل. تبارك الله عليكم.